اهلا بيكم معانا حلقه جديده من عيش وملح، معاكم توته مراد، وان شاء الله استكمال النهارده لسلسله المدارس. نعمل متفقين طول على مدار الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي ان شاء الله، وزي ما قلت لكم هنخصص حلقه خلال الاسابيع الجايه، كل كده ايه بفكر اخليها كل يوم ثلاث، بس لسه يعني ايه هاكد عليكم نعملها يوم لوصفات المدرسه، عشان برضو الناس اللي بتعطل في النص تحس ان هي خلاص ما فيش حاجه جديده تعملها. لا ان شاء الله هنساعدكم في حاجه زي دي وتبسطوا من سلسله العوده الى الدراسه. طيب هنعمل النهارده، هنبتدي بوصفه الجبنه الكريمي، وهنعملها من الجبنه القريش. عايزه اقول لكم طعمها بيبقى حلو جدا وبسيطه وسهله. الجبنه القريش برضو يمكن سعرها من انواع الجبن اللي سعرها مش عالي، فاقدر اعمل بيها جبنه كريمي وبتطلع خطيره. انا هعملها النهارده بالقشطه لان دي اكتر نوع بحبه، يعني حتى لما بكون مكسله شويه كده وماليش مزاج ان انا اعملها او ماليش طقطان ان انا اعملها، فبروح عامله بالجبنه القريش دي، او يعني لو انا ماليش طقطان فبروح اشتري اللي هي بالقشطه، فدي اكتر نوع بحبه. نقدر نحط بسطرمه، نقدر نحط زيتون، نقدر نحط اعشاب عطريه، نقدر نحط فلفل مشوي فتبقى جبنه كريمي بطعم الفلفل المشوي، ممكن اديها سنه ثوم، فبراحتكم خالص فكره القطعم. طيب تعالوا نشوف المقادير. معايا 500 جرام من الجبنه القريش، يعني نص كيلو، نص كيلو جبنه قريش. وعايزه اقول لكم بقى احلى نوع جبنه قريش ممكن تجيبوها من الستات اللي بتبيع جبنه من البلد، جايه من البلد على طول. دي احلى واطعم نوع جبنه قريش ممكن تجربوها، احلى مليون مره من الشركات ومن الموجوده في السوبر ماركت. ففي ايه اتنين كده انا عارفاهم بجيب منهم دايما الجبنه القريش والبتاو والحاجات الحلوه دي. طيب قلنا 500 جرام جبنه قريش، عندي كوبايه من الحليب، معايا كوبايه من الزيت الساقع. الزيت الساقع مع الخل هيخلوا القوام معايا يربط على طول، ولما اقدمها او لما اشيلها في التلاجة بتتقل برضو تاني، فما تقلهاش قوي عندي في الخلاط او في الكبه فترجع تبقى زي المهلبيه، لا عايزاها برضو تبقى كريمي زي اللي بنشتريها جاهزه. معلقتين كبار من الخل الابيض، ممكن ما احطهمش كلهم يعني هدوق كده اشوف الدنيا ايه، وعلبه من القشطه النباتي او قشطه بلدي، بس انا بفضل النباتي اكتر، انا عندي النهارده بلدي، فلو انتم موجود عندكم برضو قشطه وش اللبن ممكن تحطوها بتبقى لذيذه، بس مفيش حاجه ثانيه. مقدره سهله جدا وبسيطه وطعمها بيبقى تحفه. اقدر ادخلها على فكره الوصفه دي في حشوه تورته، يعني انا مش هديها ملح، انتوا عايزين تدوها ملح ممكن تدوها ملح، فممكن اعملها مثلا مع الميكس بتاع كريمه الجبنه للسينامون رولز، ممكن ادخلها في حشوه مثلا الريد فيلفت برده بتبقى لذيذه، ممكن اعمل بيها تشيز كيك على البارد برده بتبقى حلوه، لكن ما اقدرش اعمل بيها تشيز كيك مخبوزه، السمنه او الزيت اللي موجود عندي هنا هيفصل منها وتبقى مش حلوه. هنعمل ايه بقى؟ يلا واحده واحده كده نشرح بالراحه ونشوف هنعمل ايه. نجيب معلقه الاول. يا رحمه ازيك؟ الحمد لله. خلاص عندك كام سنه يا سكر؟ عندي 7 سنين. 7 سنين؟ دخلتي المدرسه ولا لسه؟ دخلت المدرسه. دخلتي؟ يعني بننام بدري دلوقتي وبنصحى بدري؟ ايوه. شطوره يا قلبي. قولي لي يا عمري عندك اي سؤال؟ انا عايزه طريقه قولي لي انا معاكي. عايزه طريقه الميلك شيك. ميلك شيك فراوله ولا فانيليا ولا شوكولاته ولا مانجا ولا ايه؟ لا الفراوله. فراوله. لا المانجا. المانجا. هقول لك مانجا وفراوله. ماشي. الاثنين. حياتي نورتيني يا روحي. بصوا بقى هحط الجبنه القريش وهحط القشطه واحط شويه من اللبن مش كله. اهي حطيت مثلا ايه اقل من ربع كوبايه بشويه، ونضرب الكلام ده مع بعض. نزود شويه لبن تاني بالطلب بقى، مش عايزه احط لبن كتير. ونحط معلقه كبيره من الخل. القوام عندي بقى عامل ازاي؟ بصوا اهي الفكره بقى في ايه؟ ان انا دي عندي كده وصفه جبنه كريمي بس مش ناعمه قوي زي اللي بنجيبها من السوبر ماركت اللي بينعمها عندي الزيت، فلو حد مثلا عايز ياكل جبنه القريش بصوره مختلفه ما تبقاش بصورتها الطبيعيه فيقدر ينعمها كده، ويديها بقى زيتون، يديها بسطرمه، يديها تركي، يديها فلفل براحته خالص. فدي قبل اضافه الزيت. يا استاذ احمد مساء الهنا. محمد، يا استاذ محمد ازيك يا استاذ محمد؟
طب ماشي، حاول كلمه تانية يا استاذ محمد. يا اسراء ازيك؟ ازيك يا شيف؟ ازيك يا قمر؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك جدا يا قلبي. انت والله بحبك قد كل حاجه حلوه بتعمليها، بتطلع ناجحه جدا والله. حبيبتي الله يخليكي يا روحي، والله انت اللي ايدك تطلع احلى حاجه. بمناسبه العام الدراسي الجديد لكل حد متحمس للمدرسه كده، انا خلصت تعليمي الحمد لله يا روحي. ايوه بنقول لهم خشوا كده العام الدراسي الجديد وانتوا ايه مبسوطين. بس انا خلصت تعليمي الحمد لله والله. يا روحي يا ربي يخليكي، انا بحبك جدا وبتعملي كل حاجه حلوه بتعمليها. حبيبتي الله يخليكي يا روحي، نورتيني يا اسراء. وده اللي بقوله بقى، ان احنا نخش العام الدراسي الجديد واحنا عندنا تفاؤل واحنا عندنا طاقه. احنا لسه بنقول يا هادي، يعني معظم الناس لسه ما دخلتش، هتدخل يوم 21/9 ان شاء الله، فندخل كده ان شاء الله يعني نتوسم خير ودايما نفضل مبسوطين طول الترم ان شاء الله. هدلعكم وصفات بقى، احنا اتفقنا خلاص. فكره ان الام دماغها بتقف في حته ان انا هفطر الاولاد ايه، نفضل كده حاطين ايدينا على خدنا خالص. تابعوا سفره مش برنامجي بس، بقيه البرامج هتلاقوا ان كل برنامج بيعمل وصفات لرجوع المدارس بطريقه مختلفه، فانتوا بقى ايه خدوا من كل بستان زهره. كل برنامج هتلاقوا فيه وصفات حلوه جدا، وصفات بسيطه، وصفات مش مكلفه برده، عشان ما يبقاش يبقى فيه عبء مادي، يبقى المدارس بقى والكشاكيل والشنط والكلام ده، ونيجي كمان نزود الموضوع بالاكل. فهتلاقوا فعلى مدار الايام اللي جايه كل البرامج بتعمل اكلات بسيطه وسهله، ست البيت تقدر تعملها بكل سهوله. يبقى احنا اتفقنا ايه هنا للمرحله دي ينفع تتاكل، هزود عليها بقى الطعم اللي انا حباه. انا عايزه اعملها كريمي تبقى ناعمه كده بقى، وتبقى اقدر افردها في العيش او في التوست او ايا كان يعني. هي دي مفتوحه؟ اه. هعمل ايه بقى؟ عندي كوبايه الزيت الساقع، ممكن ما تاخدش الكوبايه كلها، عمرها ما هتاخد اكتر من كوبايه، فانا هزود ولسه عندي شويه حليب موجودين احتياطي جنبي. ممكن لو عايزين تطولوا في عمر الجبنه دي شويه، دي عمرها قصير يعني، هي مش مقعد حافظ عليها. انا مستخدمه جبنه قريش طازه ومستخدمه شويه حليب والخل والكلام ده، فما بتطولش في الثلاجه. لو طولت في الثلاجه هتلاقوا كونت ميه كده على الوش وبقت مش لطيفه، فيعني يومين ثلاثه بالكتير وتبقى عندي زي الفل. فالموضوع ايه؟ ان انا هعمل كميه على قد استهلاك. انا مثلا عندي طفلين، عندي ثلاثه، فعارفه ان المقدار ده هيكفيني لمده ثلاث ايام، فخلاص انا هعمل المقدار ده للثلاث ايام، ما اروحش بقى اضرب المقدار في اثنين عشان اريح دماغي وما اعملهاش كل شويه، مش هتستحمل معايا وهتبوظ في الثلاجه. طيب انا هشغل الكبه، ممكن نعمل في الخلاط على فكره برضه، وانزل بالزيت الساقع على هيئه خيط رفيع. بصوا شايفين؟ الزيت هو اللي هيديها القوام الكريمي. شايفين انا بنزل ازاي واحده واحده؟ نعلي السرعة شوية. نشوف بقى ايه. بصوا نعملها لكم كده عشان تشوفوا النعومه بتاعتها حلوه ازاي. بصوا شايفين؟ خطيره ناعمه ازاي. بس هزود بقيه الزيت، حاسه ان هي عايزه ايه سنه شويه، هي دي ما تدخل كانت بتمسك اكتر من كده، بس انا عايزه ازود شويه من الزيت يعني. خلينا نخلص المقدار كله، ولو حسبنا كميه الزيت اللي حطيناها في الكميه دي هنلاقي الموضوع مش يعني مش اوفر قوي او مش صعب كميه الزيت في الاخر يعني. هتبقى انت واخده ايه معلقتين ثلاثه من الجبنه، مش كتير كده. يبقى انا حطيت عندي كوبايه الزيت بس كده. ندوق بقى اشوف اخبار الملح، لا هتحتاج شويه ملح ولا لا؟ خطيره. نقلبها بس عشان في ايه شويه زيت كده كده. بسم الله، تحفه، حلوه قوي. طعم القشطه يعني ما بحبش القشطه البلدي فيها، بس طعم القشطه البلدي ظاهر فيها حلوه قوي قوي كده. ونجيب ايه الطبق الحلو بتاعنا ونبتدي ننزل بيها عندي هنا. بصوا قد ايه ناعمه جدا وكريمي. عايزين بقى تحطوا اي اضافات تيجي على بالكم حطوها. أي.
يلا بينا. شايفين جمالها طعمها حلو جدا جدا جدا، طعم القشطه البلدي فيها خطير. ممكن بقى بحط شويه زيتونه ولا حاجه ايه تكسر البياض في البياض ده عشان بس يبقى شكلها حلو في التقديم. لما باجي بحفظها بشيلها في برطمان ناشف تماما، بعملها معامله المربى زي ما كده بنعقم البرطمانات في المربى، فانا برضو هعقم البرطمان عشان ما يعملش اي حاجه مش كويسه يعني على وش الجبنه، وتفضل عندي يومين ثلاثه زي الفل. وطبعا المعلقه اللي بحط فيها الجبنه مش برجع عليها تاني، فعشان اروح ادوق مثلا هنا كده من المعلقه واروح مقلبه بيها تاني خالص، معلقه نظيفه وناشفه احط بيها على قد ما انا هستهلك، وبعد كده بشيل الباقي في الثلاجه. هنعمل دلوقتي بقى ناخد فاصل سريع جدا جدا، نرجع ليكم من تاني نكمل باقي وصفاتنا. استنوا. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليك. وهنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ هنعمل عيش الفينو. عشان ابقى صريحه معاكم، انا من الناس اللي بشتري الفينو جاهز، بس عشان طبعا اقول لكم الوصفه فلازم اعمله في البيت، فعملته في البيت وطلع حلو جدا وطري وهش. بس في حاجه واحده صغننه بيفرق، ايه عيش الفينو الجاهز عن بتاع البيت؟ عيش الفينو الجاهز بيبقى خفيف، يعني انت شايلاه على ايدك مش محمل، بتاع البيت بيبقى محمل شويه. فوالله احنا بنخاطب ايه جميع الناس، اللي حابب يعمل عيش الفينو في البيت للولاد في المدرسه يقدر يعمله، اللي حابب يشتري جاهز برده، بس هو طعمه حلو. الخبز اصلا في حد ذاته تحس ان البيت فيه بركه، فيه دفى كده، فيه يعني موت حلو. فدايما الخبز في البيت بركه. زمان ما كانش فيه حاجه اسمها فرن ونشتري العيش، لا كان لسه كنا بنتكلم والله انا وعبد الوهاب على الفطير المشلتت، زمان كانوا بيخبزوا بشكاره الدقيق مش كوبايتين ودراعاتنا توجعنا. وفكره بقى العجان ده برده مستحدث، زمان كانت العجانات بتتعمل عموله بيبقى كبيره قوي كده وبتبقى بدائيه جدا، بس والله الحكه بتطلع احلى من عجانات الكهرباء اللي موجوده. فايه هنعمل العيش فينو مع بعض؟ طيب مقاديره ايه؟ سهله جدا جدا واقتصاديه وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. معانا 3 كوبايات من الدقيق، دقيق مخبوزات، دقيق الفينو او دقيق البيتزا، تمام؟ تمام. معانا كوبايه من الميه دافيه، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقتين كبار من السكر، رشه ملح، ومعلقتين كبار من الزيت. دي كده مقادير العيش الفينو. تقدروا تعملوه عيش فينو اللي هو الفيينا، تقدروا تعملوه البيتي بان، تقدروا تعملوه من نفس العجينه. نعمل وصفات تانية، هي عجينه خفيفه جدا واقتصاديه ما فيهاش ولا زبادي ولا فيها بيض ولا فيها مايونيز ولا فيها اي اضافه ولا حليب بودره ولا اي حاجه، فبتطلع لذيذه جدا وسهله. وهنشكله مع بعض نشوف شكله عامل ازاي. طيب هنبتدي بايه؟ بصوا هناخد الدقيق وناخد السكر والخميرة فوق السكر على طول، او السكر فوق الخميرة مش هتفرق، وعندي رشة ملح. ام طه، يا ام طه ازيك يا روحي، انتي عاملة ايه؟ وحشاني والله حبيبة قلبي. يا روحي انتي والله وحشاني اكتر، فينك غايبة عني ليه؟ اين انت؟ معلش بقى كان ابني الصغير تعبان شويه. يا روحي طب عامل ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله احسن الحمد لله. انت يا رب عامله ايه؟ بخير والله يا حبيبه قلبي، انت صحتك عامله ايه؟ تمام والله بخير، طول ما انت بخير احنا بخير والله حبيبتي. يا مطه الله يكرم اصلك يا روحي، ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. يا رب اللهم امين، احنا وانت ودايما كده اسمع عنك كل خير. الله يخليك يا حبيبه قلبي. حبيبتي يا مطه نورتيني يا روح حبيبتي، صباحك هنا وسعاده. عملت ايه؟ اتفقنا، حطيت دقيق وحطيت خميره وحطيت سكر وحطيت الملح وبس كده، وقلبتهم بس كويس. وهنزل بعد كده بالزيت، معلقتين كده كبار من الزيت، ونبتدي نشغل العجان. عجينه بسيطه جدا ما فيهاش افتكاسه، يعني ما فيهاش مكونات كتير وبتطلع لذيذه جدا وبقى طعمها تحفه. يعني العيش الفينو مش محتاج، ممكن احط زبادي لو انتوا حابين، ممكن نحط حليب بودره، يعني دي اضافات، ممكن نحط شويه بيكنج باودر صغيرين، بيدي نتيجه حلوه قوي مع الخميره. بس الفكره في ايه؟ احنا بنعمل عيش فينو، فانا مش محتاجه حاجه تبقى غنيه قوي او حاجه هتبقى طريه وهشه كل حاجه، بس مش محتاجه، مش من العجائن اللي تتكلف، يعني عارفين اللي هو ايه، شويه زيت ودقيق وخميره وسكر وتبقى عندي جاهزه. ممكن بقى لو انتوا من الناس او من الامهات اللي بتحب تخبز العيش الفينو لولادها في البيت، اكيد اكيد بيبقى طعمه مختلف واحلى والله من بره. بس الفكره بس في الـ الوزن بتاعه، هو شويه محمل عن الجاهز. تعملوا كميه، مثلا نعمل 2 كيلو دقيق، تضربوا المقادير دي في 2 يبقى كيلو دقيق، او تضربوها في 4 حسب بقى استهلاككم، واسوي كله مع بعض وادخله الفريزر لما يبرد. يعني هو استوى عندي، انا كمان لما بيطلع من الفرن برشه كده بالبخاخه بتاعه الميه واغطيه، فيفضل محافظ على الرطوبه اللي كانت
معاه جواه فيفضل طري معاه. مجرد ما يبرد خالص بشوف انا استهلاكي في اليوم قد ايه. يعني مثلا انا عندي طفلين فكل واحد مثلا هياخد سندوتشين او ثلاثه حسب بقى الولاد بتاكل قد ايه، انا وشفت طبعا على قلوبهم، فانا اشيل كل سته مثلا في كيس وفي الفريزر، فبحيث لما انا مثلا الصبح او بالليل اروح مطلعه العيش من الفريزر على الرخامه والصبح يكون خلاص فك وهدي، فاقطع بقى واشيل الحشوات اللي انا عايزاها، فما بقاش انا كربست الفريزر كله بكميه العيش اللي خبزتها، فافضل بقى افك العيش من بعضه ويبقى اتجمد ويبقى اتكسر والكلام ده. فدايما بشيل على قد استهلاكي، والكلام ده في اي مخبوزات، اي مخبوزات هتعملوها وتفرزنوها في الفريزر ما تروحوش تحطوا كميه كلها مع بعض، تشيلوا كميه على قد استهلاككم في اكياس، او لو في امكانيه العلب البلاستيك برضو بتحفظ الحاجه كويس جدا بيبقى فيها الشريط اللي هو السيليكون ده، فممكن برضو نعمل كده، بس انا بصراحه بحس ان العلب بتاخد مساحه كبيره قوي، فاكياس سندوتشات وبتتربط بتبقى زي الفل. طيب انا عندي قلبت الكلام ده كله والزيت اختلط، هنزل بقى بالميه الدافيه على مرتين، تمام، عشان بس ايه تختلط معايا مظبوط، ونجيب الدقيق وكمان السكينه، يلا بينا. هنعمل ايه بقى؟ هاخد شويه دقيق، انا سايبه خلاص العجينه بقى تعيش وتتعايش اهو، ونعمل ده كده. يا ام محمد مساء الهنا والسعاده يا روحي، يا ام محمد اين انت؟ طيب حاولي كلمينا تاني يا روحي. طلعت كل الهواء اللي موجود منها فيها. العجينه دي بتبقى قاسيه شويه، بتبقى مش فيها مطه، لكن مش عجينه ما فيهاش لمعه، عجينه يعني مفيش اي لمعه موجوده عندي، ولا عندي زبده ولا عندي بيض، بس بتبقى ايه يعني متماسكه، ما تبقاش خفيفه قوي او طريه قوي في ايدينا. هنقسمها بقى، نقسمها مثلا ايه، خلينا نقسمها كده، بس انا عايزه بطاطا شويه كمان اهو، نقسم ده كده ونقسم، انا هعمله ده حجمه صغنن شويه كمان. تقدروا بقى لما تيجوا يعني دي خمره، لو تقدروا ان انتوا تخمروها وهي كور تبقى افضل، عشان انا دي مثلا دلوقتي هعملها، فانا محتاجه ايه ان هي تريح مره كمان عشان تبقى عندي ما تزهقنيش وانا بفردها، فلو تقدروا تشكلوها ان هي كور، يعني انا عجنت العجينه تمام هروح مشكلاها مقسماها كور واسيبها عندي تريح شويه عشان ما اجي افردها تبقاش مرهقه بالنسبه لي. فانا هعمل ايه، قسمتهم اهو وعاملها كده. طبعا العجينه عندي هنا برضو شغاله، بس عايزه ايه بس دي كان ماسك في الاطراف، نعمل كده. انا بقى لو ما قسمتهاش يعني مثلا لو زي حالتي كده، فحاول ان انا اقسمها كور وبعدين اريحها مثلا 10 دقايق وبعد كده استخدمها على طول او افردها، عشان بس ايه العجين ما يبقاش بيشد معايا او بيلم وانا بفردها. نعمل مثلا حتى ثلاثة، نعملها كور، نجرب والله نفرد واحدة يعني اشوف اهو تمام. ودول خليهم كده ايه هنعملهم مع بعض. انا عندي النشابة ولا راحت فين؟ اين النشابة؟ انا لا اراها. طيب ممكن حبايبي بس حد يدخل لي النشابة لو ممكن؟ مش لا مش لاقيها عندي اهو. بصي العجينه طريه جدا جدا، بس هي عايزه تريح عشان انا فضيت الهواء وبعدين رجعت شكلتها، فالموضوع ايه بصوا بتلم شويه. دي بقى لو مرتاحه هتلاقوا ان العجينه بتمط معاكوا انشدام من هنا لهنا، تبقى معاكوا خطيره ملمسها بيبقى حلو جدا، فلازم تريحوها. نبص هنا، يا رحيم ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا روحي عامل ايه؟ الحمد لله. اخبار، انت عندك كام سنه؟ سنتين. سنتين؟ لا شكلك اكبر. حبيبي عامل ايه يا روحي؟ الحمد لله. دخلت المدرسه ولا لسه؟ اه دخلت المدرسه ولا لسه؟ في حضانه. انت في حضانه؟ ايوه. طيب قول لي يا روحي نفسك نعمل لك وصفات ايه في البرنامج؟
نفسك في ايه نعمله لك؟ نعمل لك كب كيك مثلا؟ لا ناجتس ولا ايه؟ عصير جيلاتي. عصير ايه؟ ما سمعتش عصير جيلاتي. انا سمعت عصير جيلاتي. ما ماشي نشكل واحد بس. انا هعمله ده صغنن شويه، يعني هعمله ايه مش كبير قوي. بصوا انا ايه نشيل دول كده عشان اعرف اعجن براحتي، خليهم حتى في البوله هعمله هنا في الفاصل. بعمل ايه بقى؟ بفردها كده بيضاوي. كل ما ريحتوا العجينه كل ما اديتكوا نتيجه حلوه جدا جدا جدا، تبقى خطيره بصراحه. خلاص فردناها بالشكل ده، واروح واخدها كده اساوي بس واروح لفاها كده. انتوا شايفين واحده واحده ازاي؟ ما تعملوش كبيره قوي عشان هو لسه بيخمر تاني. يعني انا عندي العجينه خمرت وبعديها فضيت الهواء وبعدين شكلتها وسبتها تخمر تاني وبعدين الخميره هتكمل شغلها في الفرن، فيبقى عندي على ثلاث مراحل. فما تجوش انتوا تكبروا العيش قوي، بلم الحروف دي كده وبعد كده يطلع معايا ايه باجات بقى قد كده اهو، مش عايزين ده. تمام بقفل الطرف ده كده، شايفين زي ما بنقفل القطايف، وبسيبه يخمر كويس اهو. ده بالنسبه لي كده حجمه تحفه، بيطلع شويه قريب من العيش بتاع الكبده. السندوتشات الرفيعه عارفينه الحلوه دي. لو عايزينه اكبر طبعا يبقى انا هكبر حجم العجينه، ممكن اعمل مثلا القطعه بعجنتين من دول، فانتوا على حسب عايزين حجم يبقى صغنن. انا بفضله بصراحه، ما بحبش العيش الفينو كبير قوي. عايزينه صغنن يبقى نعمله قد ده، يعني ده متوسط مش صغير قوي برده، مش عاملاه بيتي بان يعني. عايزينه اكبر زي الفيينا يبقى هعمل الكورتين في رغيف واحد. طيب ماشي. شوف بس ايه، انا الميه انا زودت الميه، حطيت مثلا فاضل لي ربع كوبايه، هزودها واكمل عجن في العجينه. شيل بس دي ايه اللي في الحروف، واسيبها تتعجن مده مش اقل هنا من 7 دقايق، لو على ايدي هتبقى 10 دقايق. بعمل ايه برضو قبل ما ناخد الفاصل سريعا؟ بجيب صاج خبز بحط عليه قطع العيش بتاعتي ويكون مدهون شويه زيت، وبغطيه بفوطه مطبخ واسيبه يخمر نص ساعه. ممكن بقى تدهنوه صفار بيض، ممكن تدهنوه شويه حليب، ممكن ما تدهنوهوش خالص، ممكن شويه زيت برضو حسب انتوا حابين ايه. وبعد الفاصل بقول لكم ندخله فرن قد ايه، واقول لكم كده على تريك بسيطه جدا تعملوها اثناء التسويه هتفرق قوي معاكم ان شاء الله. فاصل ونرجع لكم على طول، استنوا. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم، ولسه العجان عندي شغال. وهنعمل ايه بقى؟ العيش الفينو انا كملتهم اهم في الفاصل، سيبكم العجان تعالوا شوفوا ده اهو، شكلتهم شويه. حاولوا طبعا لو تقدروا كمان توزنوا كل قطعه كام جرام وتساووا الاحجام كلها، عشان مبقاش ايه واحد طويل صغنن واحد ايه في حته، يعني دي مثلا ايه كان عايز تتفرد شويه. صح طبعا بيعمل على عجاله في وقت، في حد هيقول لي اختمي، فتلاقوني ايه برضو نحاول نشتغل بسرعه. لكن انتوا في البيت قسموا العجينه، لو عندكم ميزان خلوا كل قطعه بنفس الوزن عشان في الاخر يطلعوا كلهم نفس الشكل. بعمل ايه في المرحله دي؟ بغطيه بفوطه مطبخ اهي كده، سيبها كده ايه اهو، واروح سايباه نص ساعه مثلا، وادهن ممكن وشه زي ما قلت لكم شويه زيت شويه حليب شويه كريمه شويه زبادي متخففه بالميه، وادخله بعد كده فرن سخن على 180. يفضل يبقى شغال من فوق ومن تحت بالظبط، بياخد من 10 ل 12 دقيقه. بعد ما يفوت 8 دقايق 9 دقايق هاتوا تلج، مكعبات تلج، وارموها في ارضيه الفرن. فهتعمل ايه التلج اول ما يقابل الحراره؟ هتلاقوا عمل بخار، نفس فكره الافران الالي، فهيدي نتيجه وطراوه للعيش مش طبيعيه. فعشان اطلع نفس نتيجه الافران الجاهزه او احاول اقرب منها نص مده التسويه، في نص المده مكعبات تلج كتير برميها في ارضيه الفرن تعمل بخار، اقفل الباب اسيبها تكمل ال 7 8 دقايق اللي بعد كده، هتطلع نتيجه خطيره. واعملوا الكلام ده في اي مخبوزات انتوا حابين تاخدوا نتيجتها زي بره. طيب لسه العجينه شغاله معايا، هنعمل ايه تاني؟ هنعمل خليه نحل بحشوه البيتزا. بصوا بقى دي تحفه، سهله قوي قوي، طعمها حكايه. وكل كوره كده مثلا ممكن انا اعمل فورمه مثلا كبيره وادي الولاد الصبح مثلا 3 كور 4 كور على حسب بقى الولاد بياكلوا قد ايه،
وبتبقى الحشوه جواها منها فيها فمش بتبهدل الدنيا ما بييجوا ياكلوا. طيب تعالوا نشوف المقادير فين. اهي العجينه نفس العجينه اللي اشتغلت بيها بتاعت العيش الفينو، تعالوا نقولها برضو مع بعض. 3 كوبايات دقيق، كوبايه من الميه الدافيه، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، معلقتين كبار من السكر ورشه من الملح، يعني ايه اكتر من ربع معلقه بشويه، ومعايا كمان معلقتين كبار من الزيت. يبقى العجينه اللي انا بعملها هنا دي اهي هي نفس العجينه اللي هعمل بيها العيش الفينو، نفس العجينه اللي هعمل بيها خليه النحل، وبتطلع خطيره. طيب تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. خلاص دي سايبينها تتعجن. انا هاخد الطبق، انا مودي الطبق ليه. هناخد ايه بقى؟ هاخد الفلفل الالوان، وناخد المشروم. ماشي تمام. وعندي الزعتر، وساعات بقى بحط في الحشوه دي كاتشب او صلصه بيتزا، بتبقى برضو حكايه، وممكن تدهنوا الكلام ده على الوش لو حبيت. هو فاضل حاجه تانية؟ وجبن. انا هعمل ميكس الحشوه دي مع بعض، والجبنه هي اللي هتمسك لي الخضار. يا سهر ازيك؟ الحمد لله. يا سهور عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا بخير والله، روحي طول ما انتوا بخير. كويسه؟ انا بخير يا روحي، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما يا رب. قولي لي يا سهر، بتعملوا العيش الفينو في البيت ولا بتشتروه جاهز؟ لا بنجيبه جاهز. بتجيبه جاهز زي حالاتي يعني. ما جربتوش تعملوه في البيت قبل كده؟ لا ماما بتعمله، بس احنا بنحب نجيبه جاهز. نريح دماغنا، احنا لسه هنقف نخبز. يا روحي تسلم ايديها يا رب، وتعيش كده وتعمل لكم الحلو كله يا رب. قولي لي يا سهور، عندك اي سؤال يا روحي؟ لا ربنا يخليكي، بس كنت عايزه. صباحك هنا وسعادة، لحقت اسمع الجمله قبل ما تقفل. طيب هنعمل ايه بقى؟ بصوا انا خلطت مقادير الحشوه كلها مع بعض. يا وداد يا قمر، مساء الورد. مساء الهنا، فينك بقى ده كله؟ خدت غياب اسبوع بحالي. يا حبيبي يا بنتي، اخبارك عامله انت ايه يا روح قلبي؟ اخبارك ايه؟ نور الشاشه واللون ما اخذ منك حتى والله. يا قلبي انت والله ان عيونك حلوه. وحشتينا والله، وحشتنا حلقات بهارات لا بهارات. انتوا استعدوا بقى عشان هنفاجئكم الايام الجايه، مش هحرق المفاجاه. وحشتنا الحلقات المباشره والله. والله وانتوا وحشتونا اكتر بكتير، بس بنجهز لكم حاجات مختلفه نرجع لكم بيها يا روح. تسلم يدك على اللي عملتي والله، وبالعافيه اللي راح ياكل حبيبتي والله. يعني تسلم عيونك، ونفسي ادوقك نفسي ان شاء الله باذن الله. انا اللي نفسي اكل من يدك يا روحي انت والله. اجي لك مخصوصه ادوقك وانزل على طول على القاهره. يا حبيبتي يا حبيبتي حبيبتي يا وداد، سلمي على نفسك. يوصل يا روحي، وانت كمان خلي بالك من نفسك. نورتيني يا روح قلبي. نفس العجين، ما عملناش حاجه مختلفه. هقطع بقى، نقطعها مثلا ايه كده على 3 ونشوف. والله احتاجنا ناخد حته من اللي جنبها ممكن برضو اهو. بتركوا العجينه حلوه جدا جدا جدا، وبتطلع نتيجه حلوه. دي كانت ناقصه شويه دقيق، شويه صغننين بس حلوه برضو، بتطلع نتيجه في الاخر تحفه، على الرغم ان هي مفيش مكونات، يعني هو دقيق وخميره وسكر شويه ملح وميه دافيه وخلاص، مفيش حاجه تانية. باخد بقى قطعه من العجينه بفردها كده، احاول ارقق الاطراف اكتر من النص، يعني شايفين انا اهو برقق الاطراف اكتر من الحته اللي في النص. تمام تمام. وهاخد الحشوه واحطها كده بالشكل ده، مملاش قوي برضو عشان ما تفرقعش جبنه في الاخر، وابتدي الم الاطراف، الفها والمها من تحت عشان تقفل معايا. بصوا انا عندي جبنه، فالجبنه دي في الفرن بتسخن وبتسيح، فلو انا مش قافله كويس من تحت هتلاقوا ان الجبنه ساحت وطلعت بره، عشان بس تبقى مظبوطه معايا. اهي شايفينها بس كده. الفكره بقى في اسمها ليه خليه نحل، انا لما باجي برصها في الصينيه بسيبها بعيد عن بعض شويه، فلما بتيجي تخمر، طبعا مش بسويها على طول، بسيبها تخمر الاول زي فكره العيش بالظبط، بلاقيها ان الفراغات اللي كانت موجوده دي ما بقتش موجوده، لحمت كده كلها في بعض، فشبه فعلا خليه النحل، فده الاسم يعني. فانا دايما براعي ان انا اسيب فراغات عشان لما تخمر تمسك في بعض. طب انا حطيتهم جنب بعض قوي ولزقتهم، هتلاقوا ان هي ما طلعتش في الاخر شكلها مستوي، يعني هتلاقوا ان في ايه مطبات كده فيها، فاكيد احنا عايزين نطلع الحاجه شكلها حلو، فبس سيبوا مسافات. والحشوه دي بتاعتكم بقى، يعني عايزين تعملوها مثلا محشيه شوكولاته، ممكن عايزين تعملوها محشيه ايه تاني؟
ممكن تحشوها لحمه مع الصاجه، ممكن نحشيها عندي بواقي مثلا صدر فرخه ولا حاجه، ممكن اعمله شاورما زي ما عملناه مع بعض قبل كده بالفراخ البايته، ممكن نعمل ايه تاني اللي انتوا عايزينه بقى، اي حاجه انتوا ممكن اعملها شوكولاته قابله للدهن هتبقى برضو لطيفه جدا، واللاب بتحبها مربى حلاوه، الحلاوه دي هتبقى جميله قوي، نعملها في مره. انا مش بحب الحلاوه الطحينيه جدا، بحب العسل والطحينه جدا، يعني دلوقتي كله الجيل اللي موجود دلوقتي يقول لك الشوكولاته اللي هي السبريد، لا احنا بتاع العسل والطحينه والرغيف المقمر والحلاوه، مفتقه ماليش فيها قوي، مش فيها خالص، مش ماليش فيها خالص، اي حاجه فيها حلبه لا. وعملت قبل كده المفتقه من غير حلبه، هبعملها لكم، يعني مفتكرش عملتها في سفره بس يعني هعملها لكم تاني، او اسمها المعقوده برضو بيقولوا عليها الاسم ده. يبقى انا بعمل ايه، بحط الحشوه، الجبنه عندي هي اللي مسكتها، وببتدي ان انا اقفلها بالشكل الحلو ده، لفها كويس عشان بس القاعده بتاعتها تقفل مظبوط، تطلع عندي بالشكل الحلو، شايفين فله، شوفوا بقى المسافات اللي انا بقول لكم عليها اهي، يعني انا بين كل واحده والتانيه سايبه مسافه عشان لما تخمر ايه اللي يحصل، كل ده يمسك في بعضه، هوريكم اللي مستويه كلهم ماسكين في بعض، ماسكين ايدين بعض كده، فشكلها مظبوط جدا جدا، فما تحطوش الحاجه لازقه في بعض عشان بعد كده ما تلاقوش ان هي في حته طالعه حته نازله، فتبقى شكلها مش لطيفه تتاكل، يعني مش هنقول لا يعني ما بنرميش حاجه، بس هشوف الاخر برضه يطلع شكلها حلو. ممكن طبعا تعملوها اكبر من دي، تبقى زي اللي ايه، فاكره عملنا مع بعض قبل كده الساندوتش برجر المحشي، كانت مقفوله زي دي، كانت واحده كبيره وجواها برجر وجواها جبنه ومش فاكره حطيت ايه تاني جواها، صلصه بيتزا باين او كاتشب حاجه كده، فكانت حلوه برضو وكل واحد قطعه وخلاص، يعني كان حجمها هي تكفي فرد حلو قوي. اهو عايزه ابص على العجينه برضو اشوف اخبارها ايه، حلو بس عايزه سن الدقيق. انا حطيت هنا ايه، خضار والمشروم، او يعني الخضار والجبنه، وحطيت الزعتر وحطيت رشه ملح وفلفل عشان بس يبقى العجينه ليها طعم او الحشوه يبقى ليها طعم، ما تبقاش ناقصه ملح، يعني مش هنعرف نحط ملح بعدي، فايه حطوا بقى الخضار اللي انتوا عايزينه، تحطوا بصل احمر كان بيبقى حكايه، بس بصل في المدرسه يعني مش هنودي العيال ببصل. بصوا العجينه حلوه وناعمه بس فيها سن التلزيق، انا مش عايزه التلزيقه دي، شايفينها بصوا ملزقه، عايزه ايه رشه دي، فشكل انا بحبحت ايدي في الايه في المي، عشان دايما اقول لكم خليكم انتوا المتحكمين في المي، نوع الدقيق كل نوع دي بيختلف عن التاني في نسبه امتصاصه للسوائل، ممكن نعجن على فكره برايب، ممكن نعجن بزبادي، يعني حسب بقى من انتوا حابينه، بس انا قلت لكم دي عجينه اقتصاديه مش عايزين نحط فيها حاجات مكلفه. يلا بينا نحط معلقتين دقيق ونكمل عجن، بس مش هندوشكم بقى عشان ايه ما تصدعوش، هكمل باقي الصينيه بتاعه خليه النحل، وكمل كمان باقي العجن بتاع العجينه الحلوه دي، ناخد فاصل سريع ونرجع لكم مسافه السكه، استنوني. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبناش عليكم، وهنعمل ايه بقى، هنعمل ايه، انا عملت القطعه بتاعت خليه النحل كلها زي ما انتوا شايفين كده، شكلها يفتح نفسه وهي لسه، بصوا جميله ازاي دي بقى، لما بتخمر هنقول ايه، سيبناها تخمر مثلا ربع ساعه، فما بقاش عندي فراغات، فبروح عامله ايه، انا يعني هختصر الخطوه دي عشان مش هسيبها تخمر، واروح واخده شويه من الحليب، والحليب بيديني لون مطفي، لو انتوا عايزين المخبوزات بتاعتنا تبقى وشها بيلمع، يبقى هحط صفار بيضه مع شويه حليب صغننين مع نقطه خل ورشه قهوه سريعه الذوبان بس، وخلاص تبقى عندي زي الفل، وبتاخد لون ذهبي جميل، بس انا مش عايزه اعملها النهارده كده، انتوا بقى براحتكم، لو حابين ماشي، ممكن ادهنها صدقكم، المفروض ندهنها كاتشب او صلصه بيتزا بما انها خليه نحل بالبيتزا، بس يلا مش مشكله، لما انتوا اعملوها كده لما تيجوا تجربوها ادهنوا الوش كاتشب هتبقى جميله. وبناخد بقى ايه شويه حبه البركه، وممكن زعتر تبقى برضو لطيفه، وناخد شويه سمسم، وبدخلها فرن سخن على 180، ممكن برضو يبقى شغال من فوق ومن تحت لمده 20 ل 25 دقيقه،
مجرد ما بتنفق عندي كده وترفع بتبقى قلبها استوى من جوه، وكده كده انا عندي اصلا حشوه يعني ما عنديش عجين. لو انا عاملاها خليت نحل ساده بدون حشو مثلا وهاكلها جنب كوبايه الشاي كده ممكن تطول شويه عشان بس بيبقى القلب كله عجين، لكن دي عندي في حشوه جوه فبس العجين طبقه خارجيه، فبتبقى خطيره بصراحه يعني. بصوا لو جربتوها تعجبكم جدا جدا، بيبقى طعمها لذيذ وبتفضل طريه وهشه. وزي ما قلنا اي مخبوزات عندي وهي في نص التسويه بحط شويه ثلج في الارضيه بتدي نتيجه خطيره، تخرج تبرد تماما واشيلها في الفريزر لو انا عامله كميه كبيره. عملنا ايه بقى مع بعض النهارده؟ بصوا عملنا خليه النحل بطريقه سهله جدا وبسيطه، دي اللي مستويه واخده لون ذهبي جميل ما فيهاش لمعه زي ما اتفقنا، دهنتها شويه حليب بس، حتى الحشوه باينه من الجنب اهي، بتقول لكم يعني تعالوا كلوني. سهله قوي وطعمها خطير، هتعجب باذن الله الاولاد، لان ما اعتقدش ان مفيش حد بيحبش البيتزا، فالخلطه اللي احنا عاملينها بتاعت الجبن والخضار هتعجبهم قوي ان شاء الله. عملنا كمان العيش الفينو ده اللي احنا مسوينه من قبل، عايزه اقول لكم حلو جدا وطري ومستوي من جوه وطعمه خطير. انا ما دهنتوش حاجه، ممكن تدهنوه شويه زيت لو حابين، او برده شويه صفار البيضه مع الخلطه اللي احنا قلناها لو انتوا عايزينه بيلمع، انا بحبه جدا كده بصراحه. عملنا بقى كمان او ابتدينا بايه؟ ابتدينا بالجبنه الكريمي اللي بالقشطه، واديتها شويه حبه البركه كده على الوش ايه تنطق لون الطبق، حلوه جدا جدا وسهله وسريعه. كل الحلقات او كل الوصفات اللي عملناها النهارده في البرنامج بتنزل على يوتيوب سفره وفيسبوك وانستجرام، وكمان لينا قاعده الساعه 5 الفجر والساعه 9 الصبح. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده على خير، باي. Thank you.